فرح وقار، وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا. أيام بنعيشها وبتعيشنا، تدوشنا ساعات وبتدهشنا، وساعات الحزن بينهشنا وانتو أكتر ما بتتصور من فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بنقول بسم الله ونبدأ مع بعض رحلة البحث عن الكنوز، كنوز الثراء. المتأمل في القرآن والسنة يجد أن السعداء في الدارين الدنيا والآخرة هم الأثرياء، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهم ما غيروا في عقول البشرية تغيير مفهوم الثراء من ثراء المقتنيات والأموال إلى ثراء النفوس، نفس ثرية بالقيم والمبادئ، أعمار ثرية بالأعمال النافعة الصالحة. ويقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، العرض يعني المقتنيات والأموال، إنما الغنى غنى النفس، نفس مستغنية بالله وغنية بكل شيء ثمين في عين الله. الشخص الثري ده كان بخيل بشيء واحد، بعمره إنه يضيع، فعاش زي الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لأن سيدنا رسول الله علم هؤلاء الأثرياء امتحان يوم القيامة جابوا في الدنيا عشان الناس تعيشوا في الدنيا حتى تنجوا في الآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه أو جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشخص اللي فهم سيدنا رسول الله عارف إن في موازين تحتاج أن تكون ثرية، ولن تكون الموازين ثرية إلا إذا كانت الأعمار والأنفس ثرية، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. راح لربنا فقير النفس فقير الميزان. رحلتنا مع بعض لتحقيق 6 أنواع من الثراءات، عدهم معايا. رقم 1 الثراء المعرفي. في رحلتنا في البحث عن الكنوز هتاخد كم من المعلومات لصناعة العقل الراجح السوي، العقل اللي بيعرف يشوف الصح ويعرف يختار الأنفع وقراراته تبقى أقرب للصواب. هذا العقل ربنا مدحه في القرآن إنك تعيش جنب صاحب العقل ده، وياريت يبقى أنت، يوم ما قال: ولا ينبئك مثل خبير. الخبير ده كان عنده ثراء معرفي، ودي أحد أهدافنا في برنامج كنوز في رحلتنا مع بعض. النوع الثاني من الثراء هو ثراء العلاقات، وإحنا ماشيين هنتعلم مع بعض كيفية إدارة علاقات سوية صحية. هذه العلاقات تبقى سر سعادتك في الدنيا وأحد أكبر أسرار نجاتك، إنك تيجي يوم القيامة ومعاك مئات من الشفعاء والشاهدين لك بالخيرية عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي مدحهم صلى الله عليه وسلم وقال عليهم أثرياء العلاقات دول: الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النوع الثالث من الثراء هو الثراء السلوكي الأخلاقي. الشخص اللي ما عندوش ضحايا كتير،
في الحياة بسبب أخلاقه الحادة، لأنه كان ثري أخلاقيا، قادر على بث سلوكيات بناءة غير منفرة. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: ده أقرب واحد ليا، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. كل ده نتعلمه مع بعض عشان يبقى عندنا ثراء سلوكي أخلاقي. النوع الرابع من الثراءات اللي عايزين نحققه في رحلتنا لجمع الكنوز هو الثراء الإيماني الاعتقادي. كم الأفكار والاعتقادات والمفاهيم اللي تقف حائط صد بينك وبين الأفكار السلبية والمخاوف المؤذية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليهم في القرآن، اسمهم الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنسان عنده معتقدات تخليه شايف ربنا في كل شيء، فلا يرى إلا فاعلا واحدا في الكون، فيبقى ثابت راسخ تحت مجاري الأقدار. النوع الخامس من الثراءات اللي هو هدفنا في رحلتنا في البحث عن الكنوز هو ثراء الموازين. كم الأجور اللي في الدنيا وفي الآخرة اللي ربنا رصدها وأعدها لكل واحد بيعمل أعمال صالحة. في كل حلقة تاني بقولك عمل صالح والأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده ليك، بحيث تتملي بالهمة أنك تبقى مقبل على هذا العمل الصالح. النوع السادس من الثراءات هو الثراء النفسي. المعلومات النفسية والمفاهيم النفسية اللي بيها تفهم مشاعرك وتعرف تتحكم في انفعالاتك وتعرف توصل للنفس المطمئنة المليئة بالسلام النفسي، اللي سماه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الشديد، اللي قال فيه: ليس الشديد بالسرعة، مش عضلات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. على فكرة الشخص اللي عنده سلام نفسي وعنده ثراء نفسي وعنده الكنوز النفسية دي، شخص قدر إنه يتفائل، لأن التفاؤل هي عبادة اسمها الرجاء، التفاؤل مع العمل، دايما شايف اللي جاي حلو فبيعرف ينجو من الإحباط. الأحزان مش بتسيطر عليه لحسن ظنه في ربنا ولحصوله على نفس ثرية قادر يتحكم في انفعالاته. ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل ثراء نفسي سماع المدائح الربانية والمدائح النبوية والمناجاة بين العبد وربه لما تخرج من إنسان صادق. يختلط الفن الراقي بالذوق المحب لرب العالمين، تفرق جدا في ارتقاء النفس وإحساسها بقرب ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا نسمع كده مناجاة ربنا وحب سيدنا رسول الله. يا أيها الإنسان ما هذا القلق، أوليس ربك قد تكفل ما خلق، أوليس بعد العسر يسر مثل ما بعد الليالي دائما يأتي الفلق. لا بأس فالأحزان يتبعها رضا، يضفي عليك بإذن مولاك الألق. كن مثل سهم إن تراجع للورى، جد النشاط بهمة ثم انطلق. ما أجملك يا رب العالمين، وما أجمل مناجاتك يا الله يا أرحم الراحمين. عشان نعرف نحقق الست أنواع من الثراءات دول محتاجين نعدي مع بعض على محطات مختلفة، كل محطة في رحلتنا نقف ونغتنم منها كنوز. المحطة الأولى اللي هنعدي عليها هي محطة كنوز أجور العبادات. كل عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أنت فيها بتكون في حضرة الله وبتكون ضيف على ربنا سبحانه وتعالى، ومش ممكن تكون ضيف على ربنا إلا ويكرمك بكم من الأجور في الدنيا وفي الآخرة المادية والمعنوية. الأجور دي القرآن كان كريم جدا معانا، وسنة سيدنا رسول الله كانت بتفصل لنا كل أجر نفسي وكل أجر مادي في الدنيا
وثقة للموازين يوم القيامة ورا كل عباده. لأن الإنسان بيحب أن يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي قال كده، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. أنا هقول لك على الأجور دي بقى كل مرة، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما يتجمع بين عينيك كده كل الأجور اللي بتاخدها ورا كل عبادة، هتتملي بالهمة والشغف جواك يزيد إنك أنت تكون من أهل هذه العبادة. لكن الأهم من كده، لما أحكي لك عن كنوز أجور العبادات، هتتعرف قوي على كرم ربنا سبحانه وتعالى، ويعني إيه الله الواسع، واسع المغفرة وواسع العطاء، وإن أقل عبادة منك صغيرة كبيرة قوي عند ربنا، لأنك أنت كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمحطة الأولى اللي هنقف عندها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، محطة كنوز أجور العبادات. المحطة الثانية هي كنوز الأخلاقيات والمعاملات. في مفهوم تحس أنه تسرق مننا إحنا كده كموحدين، ألا وهو أولوية البني أدمين قدام عينيك، أولوية إكرام البني أدمين وتقديس الإنسان. إذا كانت الكعبة مقدسة عند ربنا سبحانه وتعالى فبنخش فيها بمنتهى الوقار والإحترام وصوت نواطي، فالإنسان لا يقل تقديسا عند الله من الكعبة. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا كده، التواضع مع الإنسان ده، رحمة الإنسان ده، إكرام الإنسان ده، ساعة بتشتغل فيها بإتقان وتفاني علشان تبني نفسك وتبني وطنك، كل دي أخلاقيات. أنت هتتعجب من كم الأجور اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها لأصحاب الأخلاق الراقية. وأولوياتك في حياتك هتتغير، ورا كل خلق بقولك ربنا هيدي لك عليه إيه من السلام النفسي في الدنيا، والفتح للأبواب المقفلة في الدنيا، والموازين الثقيلة في الآخرة. ويصدق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ما قال أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. عشان كده هندور مع بعض وإحنا ماشيين في رحلة البحث عن الكنوز، عن الأخلاقيات اللي بتثقل موازين العبد في القلوب في الدنيا وعند الله يوم القيامة. المحطة الثالثة اللي هنقف فيها مع بعض في رحلتنا في البحث عن الكنوز بعد كنوز العبادات وكنوز الأخلاقيات، هي محطة كنوز الدراسات النفسية والإحصائيات. علماء النفس وعلماء الاجتماع والباحثين أفنوا أعمارهم في دراسة النفس البشرية وتحليل السلوكيات كفعل ورد فعل. مهم تطلع أنت على الدراسات والإحصائيات دي، وتطلع عليها كمان بتعليق علماء النفس ونصايحهم. وإحنا ماشيين في رحلة البحث عن الكنوز هنقل لك كل مرة دراسة نفسية وإحصائية وأقول لك خد بالك. يعني مثلا لما تعرف أن 65% من مرتادي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا سبب تعاستهم، ويجي عالم النفس يقول لك السبب، محتاج تعرف المعلومة دي عشان ما تكتئبش كل ما تخش على الإنستجرام ولا الفيسبوك لو بتعمل السلوك ده. لما تعرف أن منظمة الصحة العالمية مطلعة ثلاث نصايح في منتهى الأهمية لكل واحد بيسوق، الثلاث نصايح دي كنوز، لو عرفتهم، لو في 10 هيعملوا حادثة، 7 منهم ربنا بإذن الله هينجيهم لو مشوا على الثلاث نصايح دول. لما تعرف أن علماء النفس درسوا الأصوات السلبية الداخلية المحبطة اللي جوانا وقالك إزاي تتعامل معاها عشان ما تبقاش تعيس، محتاج تسمع الكلام ده، ودي كنوز. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا، وربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلما العلماء يبذلوا جهود ويفنوا أعمارهم في تحليل النفس البشرية، أنت النفس البشرية محتاج تعرف المعلومات دي عشان تقدر تقود انفعالاتك ومشاعرك وتفهم نفسك، ويمشي خطوة ورا خطوة كده في تحقيق الثراء النفسي والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. من أهم المحطات اللي هنقف عندها ونغتنم من الكنوز هي فقرة كنوز القرآن. اليهود جم لسيدنا عمر بن الخطاب وقالوا له عندكم آية في القرآن لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال لهم آية إيه؟
قالوا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. فقال سيدنا عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، أنا عارف كل تفاصيل الآية دي نزلت إمتى وإيه السبب والقصة اللي وراء نزول الآية دي. ودي أحد أكبر كنوز القرآن اللي هنقف عندها ونغتنم منها الكنوز، أسباب النزول. علم من علوم القرآن متألف فيه مجلدات عبر تاريخ الأمة الإسلامية، كم الأفراح والأحزان والنجاحات والإخفاقات والأعمال الصالحة والأعمال السيئة اللي حصلت في المجتمع النبوي واللي كانت بتنزل الآيات القرآنية عشان تعلق عليها، درجة أن الناس كانوا يستغربوا، مشركين يسألوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو أنت 6236 آية يا محمد ما نزلوش كلهم مرة واحدة ليه؟ فربنا يرد: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني يحصل الحدث، قصة، موقف معين، وينزل القرآن يعلق. عايزك تتخيل لما تسمع القصص اللي وراء آيات القرآن وتشوف قد إيه القصص دي كأنها حصلة امبارح في مجتمعنا، وإزاي تدرك احتياجك للتوجيهات الربانية في العصور المتقدمة اللي احنا فيها دي، لأن قصص البشر زي بعض وبتتكرر عبر العصور. لما تعرف أسباب النزول هتحس قد إيه احنا محتاجين للقرآن. بس مش دي بس كنوز القرآن اللي موجودة في فقرة كنوز القرآن، ساعات في بعض الآيات ترتب لك أفكارك لما يبقى عندك مشكلة وتخليك تبقى فاهم كده تبص إزاي للمشكلة دي. في بعض الآيات بتتناول بعض أمراض القلوب وأخطاء البشر وتحللك تحليل رباني، بقى هو الشخص اللي غلط ده غلط ليه وإيه اللي كان بيفكر فيه وكان المفروض يفكر في إيه أحسن من كده عشان يتصرف تصرف أحسن، بحيث يبقى عندك إرشاد من ربنا لو أنت عندك الإشكالية دي في تفكيرك ولا في قلبك تعمل إيه بالظبط وتفهم إيه اللي جواك. كم من الأفكار والكنوز والقصص اللي في القرآن اللي لما تشوفها بعين مختلفة، عين الباحث عن الكنز، هتفرق معاك قوي في حبك انك تكون من اهل القرآن. لان هدف الفقرة دي غير ان احنا نعرف القصص اللي موجودة ورا كل آية، وغير ان احنا نسمع ربنا وهو بيعلمنا نعيش ازاي في العصور اللي احنا فيها، ان احنا نوصل ان احنا نكون متعلقين فنصبح من اهل القرآن، لان اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. وفي كل مرة هنيجي لفقرة كنوز القرآن هنبدأها الاول بقراءة الاستماع للآيات اللي هنتكلم عنها في كل حلقة من أحد مواهبنا أصحاب الصوت الندي. وتعالوا دلوقتي نسمع مع بعض القرآن من قلب ولسان أهل القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كنوز القرآن أتمنى تكون فقرة غنية بالتعرف على كتاب الله. من ضمن المحطات المهمة جدا في برنامجنا كنوز محطة كنوز السنة النبوية. أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الواسطة بين العباد وبين ربهم أنبياء بشر عشان يتحقق فيهم فكرة تقليد الطريقة. تقليد الطريقة لو عايز تعبر عنها بتعبير شرعي يعني اقتفاء السنة، وكلمة سنة عند العلماء معناها الطريقة، الطريقة اللي بيعيش بيها صاحب السنة، الطريقة اللي بينظر بيها للأمور، الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الأمور، الطريقة اللي بيلبس بيها، الطريقة اللي بيتكلم بيها، طريقته. لو عايز تكتب قصة حياة إنسان وطريقته في الحياة تفكيرا وكلاما وفعلا وهيئة دي اسمها السنة.
وأنا أحد أكبر أهدافي في الفقرة دي إن أنا نفسي أنقل اللي العلماء علمهولنا، يعني إيه واحد ماشي على السنة؟ مين فينا اللي تشاور عليه وتقول ده على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن لو إحنا ما استفدناش من طريقة النبي في العيشة واحد بيخسر كتير قوي. ربنا بيقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، كنا بعتنا لهم ملك لو هم ملائكة، بس إحنا بعتنا إنسان عشان يقلدوه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرقى وأشيك وأكثر طريقة فعالة للتفكير والتصرفات هي طريقة سيدنا النبي، بس نفهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش روح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلم طريقة نظرته للأمور صلى الله عليه وسلم، وده هيبان من مواقف في حياته وهيبان من كلامه. يعني مثلا لما تسمع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بيقول إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بالفرائض، أنت لازم تبقى فاهم يعني إيه مداراة الناس وإيه أثر ده في استقامة العلاقات وإنها تبقى علاقات صحية. لما تسمع مثلا سيدنا رسول الله وهو بيقول يا أنس، تعالى الخادم بتاعه وصاحبه، يا أنس إذا استطعت ألا تصبح ولا تمسي وفي قلبك غش لأحد فافعل، يا أنس تلك سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. إشمعنى سيدنا رسول الله خد فكرة الغش دي وقال هي دي سنتي؟ لما تسمع سيدنا رسول الله بيقول لسيدنا أبو هريرة يا أبو هريرة تعلم مني 5 خصال وعلمهم لمن ورائك، انت ما تهتمش انك تعرف بالذات ايه الـ5 خصال دول اللي سيدنا رسول الله قال لأبو هريرة تعالى خدهم مني، وسيدنا النبي عنده 100 الخصال. لما تسمع الأحاديث وتفهم ما وراءها وتشوف نظرة سيدنا رسول الله لكل جوانب الحياة يبدأ يحصل لك تشبع بشخصية سيدنا رسول الله وتعيش هذه النفسية الراقية المحمدية، ساعتها تبقى على السنة، ومن كان على السنة فقد أحب النبي ومن أحب النبي كان معه في الجنة. في كل مرة ناخد حديث وموقف في حياة سيدنا رسول الله ونطلع الكنوز اللي وراه. من ضمن محطات الكنوز المهمة جدا وإحنا ماشيين في رحلة البحث عن الكنوز محطة كنوز القصص، قصص الأولين وقصص الآخرين. علماء النفس عندهم نظرية اسمها نظرية التقمص، إن الإنسان لما بيتأثر بحد ممكن يتقمص شخصيته، وإحنا عندنا في التربية طريقة تربية اسمها التربية بالقصة، إن أنا لو عايز حد يعمل حاجة معينة أحكي له قصة إنسان يبقى بالنسبة له مصدر إعجاب، بطل، ويشوف هو بيتصرف إزاي ويتصرف إزاي وفرحان وهو في إخفاقاته وابتلاءاته، لو وقع في حفرة يطلع منها إزاي، لو اتحط في مشهد في أزمة إزاي يتغلب على الأزمة دي. القصص مؤثرة جدا وبتخطف قلب البني آدم، والحقيقة أن الأولين والآخرين متدون قصصهم في الكتب، كتب تغطي الكرة الأرضية عن سير الناس اللي كان ليهم بصمة في حياتهم وحياة غيرهم. يا أخي ده تلت القرآن قصص، ربنا سبحانه وتعالى رب الأمة تلت القرآن بيحكي لنا قصص ناس قبل كده، سواء الناس اللي كانت كويسة عشان نمشي زيهم أو الناس اللي مش كويسة وربنا بيحلل لنا ما كانوش كويسين ليه. ده ربنا سبحانه وتعالى حكى لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 6 قصص في سورة هود، وبعد ما حكى له 6 قصص ل6 أنبياء قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأن في قصص هؤلاء الأنبياء كان في كنوز تثبت كل المؤمنين، وقال لسيدنا النبي كده نثبت به فؤادك. إحنا بقى هنجول في سير الناس الحديثة والقديمة العرب والغرب. أنا مثلا من الناس اللي أثرت فيها جدا قصة حكاها الشيخ الشعراوي عن أبوه، أثرت فيها في رؤيتي لولادي، إن الشيخ الشعراوي بيقول أنا ما كنتش بحب، أنا سمعتها منه شخصيا في التلفزيون، يعني ما كنتش حابب إن أنا أكمل في الأزهر وكنت عايز أفضل فلاح، فقلت إيه لما أبويا يجي لي من بلد بعد ما دخل الأزهر سنة أولى هعجزه، هقول له الكتب غالية قوي، فيقول لي يا ابني كتب غالية تعالى أرجع البلد وأعيش بقى فلاح معانا. فلما أبوه جه عشان يدفع له مصاريف الكتب يشتري له الكتب راح وقعد يشاور له على كتب كتيرة جدا جدا تساوي 50 جنيه، ده مبلغ ضخم جدا جدا أيام شباب الشيخ الشعراوي وهو بقى معرفش كان ساعتها 16-17 سنة الحقيقة مش عارف بالظبط، سنين طويلة جدا يعني. أبوه يدفع ويطلع من جيبه ويدفع يقف شوية يفكر وبعدين يقوم لغاية ما كراتين وروحها له على البيت عمل بيها مكتبة ضخمة، وهو بيوصل أبوه الشيخ الشعراوي بيقول وأنا بركبه القطر كده
قال له بقول لك ايه يا ابني، ابوك مش مغفل، انا عارف ان مصاريف الكتب بتاعتك 38 قرش، ابوه دفع 50 جنيه، بس بص يا ابني العلم ادفع فيه اللي ورايا واللي قدامي. بالمناسبه دي كانت مكتبه الشيخ الشعراوي، النواه اللي اتبنت عليها مكتبه الشيخ الشعراوي، وانبهر بابوه ازاي مش فارقه معاه الفلوس، المهم ابني يطلع عالم ويخدم نفسه ويخدم امه النبي عليه الصلاه والسلام، ويخدم الناس كلها كمان. قصه ابو الشيخ الشعراوي دي فرقت جدا معايا في رؤيتي يعني ايه استثمار في الاولاد، ويعني ايه الاب الطبيعي والام كمان ان هو يدفع اللي وراه واللي قدامه بس يشوف ولاده طالعين احسن منه في الدنيا ونافعين لنفسهم وللي حواليهم. كل ما تسمع قصه هتسمع وراها كنوز في منتهى الجمال، تفرق قوي قوي في رؤيتك وثقافتك وتحليلك للامور، واحنا ماشيين مع بعض لصناعه الانسان الثري، ثري روحانيا وفكريا واخلاقيا، حتى نصل الى ثراء الموازين اذا قام الناس بين يدي رب العالمين. من أهم محطاتنا في رحلة البحث عن الكنوز هي محطة كنوز الأقوال والأمثال، ودي محطة هبقى عايز عقولكم تركز جدا معايا. الإمام الجاحظ بيقول لولا الحكم المحفوظة لضاع أكثر العلم. شاء ربنا سبحانه وتعالى إن الكلمة تبقى أهم وسيلة انتقال بين البشر، بتنقل ما في العقول من أفكار، وبتنقل ما في القلوب من مشاعر ونوايا. والعلماء والخبراء والمؤثرين والناجحين في كل المجالات بعد رحلة حياتهم صاغوا لينا خبراتهم ورؤيتهم للحياة في مجموعة عبارات تشبه كنوز الذهب. لما الواحد بيسمع العبارات دي ويفهم الكنوز اللي وراها بتفك له إشكاليات كتير قوي، وتشرح له مواضيع هو مقبل عليها كان يتمنى إنه يسمع النصيحة دي أو القول القصير ده علشان يعرف يعدي بأكبر منافع في المواضيع اللي عايش فيها في حياته. وأنا شخصياً في بعض الأقوال اللي تعلمتها من أساتذتي ومشايخي وقرأتها في الكتب بتحكم حياتي، عشان كده تلاقيني دايماً بكرر مثلاً قول زي الملتفت لا يصل، اللي مش مركز عمره ما هيوصل. علمني شيخي كلمة على المريد ألا يريد، أنت ماشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى، إذا كنت تريد الله فأرد كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي في كلمة كانت مؤثرة جدا في حياته سمعها من أستاذه الإمام مالك، يوم ما راح الإمام الشافعي وهو شاب صغير يقرأ على الإمام مالك كتاب الموطأ، هو كتاب الإمام مالك، فلما سمعه عليه أعجب بالإمام مالك وقال له جملة فرقت جدا في عقلية ومستقبل الإمام الشافعي، قال يا بني أرى الله قد نور قلبك بنور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. أبو الطب الحديث ويليام أصلر طبيب كندي شهير سنة 1871 كان خلاص بيتخرج، قدامه سنة تقريبا لكنه كان محبط جدا بسبب كتر الأفكار الخائفة من التكاليف اللي هتتفرض عليه، التكاليف المالية عشان يبقى طبيب ناجح، وده أغرقه في الإحباط وكان مش هيدخله امتحانات آخر السنة، وده مكتوب في سيرة حياته مكتوبة في 1400 صفحة. اللي خرجوا من الغرق في الإحباط وأنقذوا كلمة أراها للأديب توماس كارليل وهو بيقول أفضل ما نفعله للغد هو أن نركز حماسنا وذكاءنا على أداء عمل اليوم على أفضل ما يكون. الكلمة دي هي اللي خلت تركز يركز النهاردة وينسى مخاوف المستقبل، وكتب الكلام ده في سيرته. مجموعة من الأقوال المؤثرة اللي هيكون وراها كنوز هنشرحها كل ما نتقابل في كنوز الأقوال والأمثال. الأمثال الشعبية سواء الأمثال المصرية أو الأمثال العربية أو الأمثال العالمية هي عبارة عن خلاصة خبرات الشعوب قديماً وحديثاً. الشعوب اتعاملت مع بعض، تجرت واشتغلت واتجوزت وخلفت وانفصلت واتنصب عليها ونجحوا في الحياة، ومنهم الغني ومنهم الفقير، خبرة سنين طويلة طلع منها بعد كده ذهب اسمها الأمثال الشعبية. وإحنا جبنا كتاب مثلاً زي كتاب أحمد تيمور باشا فيه 3200 مثل عربي ومصري، غير عشرات الأمثال الأجنبية اللي اتعرضت الأول على الشريعة إذا كانت متمشية مع الشريعة ولا لأ. وهنعرض على حضراتكم في كنوز الأقوال والأمثال
أمثال شعبية تفرق معاك جدا في فهم الواقع وفهم نفوس الناس، وهتلاقي وراها كنوز كتيرة جدا. مش بس كده، احنا كمان هنتقابل في فقرة عن كنوز الكتب. أنا عارف إن كتير منكم مشغول جدا في رحلة حياته في البحث عن الأرزاق، ونادرا لما تلاقي حد عنده وقت ثابت للقراءة. أنا وفريق الإعداد قررنا إن احنا ننقل مكتبتي لحضراتكم، ننقل ملخصات كنوز عقول أصحاب الكتب دي لحضراتكم في 5 دقايق، فقرة اسمها كنوز الكتب. أنا بالنسبة لي في كتب أثرت جدا جدا في رؤيتي لأهم جوانب حياتي. كتاب التنوير في إسقاط التدبير لتاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري، في بعض الكنوز اللي فرقت معايا جدا في توكلي على ربنا سبحانه وتعالى. كتاب لغات الحب 5 لجاري تشابمان، اللي بيشرح لك فيه إزاي الناس بتعبر عن الحب عشان تفهم اللي قدامك وما تبقاش فاكره مش بيحبك وهو بيحبك بس بيعبر بلغة أنت محتاج إنك تفهمه. كتاب زي قواعد الإدارة لريتشارد تامبلر فرق معايا جدا في إدارتي الجوانب حياتي بطريقة أحسن وأكثر كفاءة. في كل مرة هنتقابل إن شاء الله هحاول ألخص لحضراتكم أهم ما قيل في كتاب معين، إن شاء الله يفرق معاك جدا جدا في إنك تحوز معلومات كتيرة في مدة قليلة. وتعالوا مع بعض نسمع فقرة هي من أهم الفقرات الثابتة معانا في برنامجنا كنوز، ألا وهي كنوز تجارب الحياة. في كل مرة هيكون معانا خبير متخصص مؤثر ناجح عنده تجربة في الحياة ينقل لحضراتكم كنوز هذه التجربة، فتفضلوا. يعني ليا قصة كده، وأنا بشتغل كباحث متواضع يعني في علوم الإدارة، ومن ضمن البحوث دي أنه يمسكوا العلوم ويشوفوا علاقتها بمثلا العلم اللي أنا متخصص فيه زي الإدارة أو الأشخاص المهمين جدا، ويشوف الإدارة في حياتهم عاملة إزاي. فكان من ضمن البحوث اللي اشتغلت عليها بحث اسمه الإدارة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، مش بتناوله من منظور ديني، مش تخصصي، ولكن من منظور الإدارة. والإدارة فكرتها قايمة على مبادئ معينة ثابتة، من أهمها فكرة اسمها الكفاءة efficiency. والكفاءة دي إنه يقولوا الكفاءة والفاعلية، عاملة زي لما يكون واحد بيضرب سهم مثلا، فإذا أصاب السهم يبقى ده فيه فاعلية، لكن إذا أصاب السهم بعد لما رمى 1000 سهم ده فيه فاعلية أصابه ولكن ما فيش كفاءة، لأنه عمل مجهود كتير جدا، وقت كتير جدا علشان يعمل حاجة كان ممكن تاخد وقت أقل ومجهود أقل. الكفاءة إن الإنسان يوصل للهدف بأقل مجهود ممكن في أقل وقت ممكن. والواحد بقى مشغول هو إزاي يوصل بنصيحة سهلة يخلي الناس وهي بتشتغل وأنا أولهم، إزاي يبقى عندي كفاءة أوصل ليه وأنا شغال في البحث. فأول مرة أسمع أو أقرأ الكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قل وكفى خير مما كثر وألها. وكأن دي اللي ربطة، شفت كأنك كده بتدور على حاجة وتلاقي على كنز فجأة. إزاي يبقى عندي كفاءة؟ أي حاجة تكفي أول ما تكفي يبقى هو ده بالظبط الحد اللي نتوقف عنه، أكتر من كده يلهي يزعج. فنمسك الكلمة ونفضل نجربها على كل حاجة، ما قل وكفى من الكلام خير مما كثر وألها من الكلام. ده البلاغة، فده يبقى الإفيشنسي في البلاغة، ما قل وكفى من المجهود خير مما كثر وألها من المجهود. الفلوس، الصحاب، شوف اللي عنده صحاب كتير قوي 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 فمشتتينه، ولكن ما قل وكفى من الصحاب خير مما كثر وألها من الصحاب. مبدأ الكفاءة efficiency اللي ماشي فيه في شركته في بيته في حياته ومعاه الكنز ده، المبدأ ده عفوا وكأني بشاور عليه كأنه مبدأ إداري يسهل عليه جدا حتى لو مش متمرس في الإدارة إنه يوصل للكفاءة. ومن ضمن أهم محطاتنا اللي هنقف عندها علشان نغتنم منها الكنوز هي كنوز المهارات.
مجموعة من الأفكار والسلوكيات والعادات اللي تمثل أسلحة الإنسان في معركة الحياة. ساعات الإنسان بيبقى عنده رغبة إن هو يتجاوز مواقف بتحصل له بطريقة أحسن من كده، لكنه ما عندوش القدرة لأنه بيفقد لمجموعة من المهارات بتخليه بيندم كتير قوي على تصرفات وكلام بيقوله ويحس إن هو لخبط الدنيا. والسر إن هو في باب في حياته كده لو فتحه هيلاقي كنوز تمثل أسلحته في المواقف دي وفي الأحداث دي، وهي المهارات. إزاي تتعلم تتأقلم مع الواقع؟ إزاي لما ظروفك تتغير تعرف تتأقلم؟ وإيه الفرق ما بين التأقلم والميوعة؟ وإزاي إنك أنت تعرف تغير طريقتك في الحياة من غير ما تغير مبادئك؟ كل دي مهارات. إزاي إنك تعرف تعبر عن اللي جواك من غير ما تصدم اللي قدامك؟ كتب بحث جميل جداً الدكتور جون جاتمان عن الحوارات البناءة، مليانة مهارات إزاي تدير حوار من غير ما يخلص بخناقة. في كتاب سيناريو الحياة دكتور الله يرحمه دكتور عادل صادق طبيب النفسي المصري الشهير كان بيتكلم مثلاً على مهارة إزاي تعرف تاخد قرار بعقلك ولا بقلبك، وإزاي تفرق ما بين القرارين دول، وإمتى تمشي وراء قلبك وإمتى عقلك هو اللي يكون بيقودك. كل دي مهارات في الحياة، لو ما تعلمتهاش هتفاجأ أنت بتبانيك بتعطل في أوقات معينة. ممكن تبقى صاحب مسؤولية، ممكن بتدير في شركة، ممكن تكون أب في أسرة، ممكن تكون شاب واقف قدام موقف معين محتاج تتصرف فيه التصرف السليم اللي يفرق معاك في مستقبلك. من واجبك تجاه نفسك أنك أنت تحوز وتغتنم وتكسب كنوز المهارات. والمحطة الأخيرة هي محطة كنوز الذكر والدعاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أوحى لي مجموعة كلمات معينة مكررة بصفة منتظمة يومية مرتبطة بأفعال معينة، سماها العلماء أذكار الحال. أذكار الحال دي أقوال مخصوصة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيكررها مخصوص، وهي وحي من ربنا وبيكررها في أوقات معينة مرتبطة بأفعال معينة. علماء النفس يقولك في حاجة اسمها التأكيدات الأفيرميشنز، مجموعة كلمات محتاج تقولها عشان تديك معاني معينة. فتخيل بقى كم التأكيدات اللي سيدنا رسول الله بيعلمها لنا، نفس الأقوال دي في كل مرة بتعمل الموضوع ده، ما تخش تنام بتقول كده، تلبس لبسك بتقول كده، لما تقعد على الأكل بتقول كده، اشمعنى؟ إيه المعاني والكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا من وراء هذه الأذكار، أذكار الحال؟ طب إيه الأذكار اللي سيدنا رسول الله كان مواظب عليها دايما باستمرار؟ ودي أحواله. والسيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. إيه اللي واظب عليه النبي؟ وليه سيدنا رسول الله كان كل ما يمشي يشوف القمر يكلمه ويقول له كلام معين؟ إيه اللي المفروض قلبي يحسه لما أشوف الأكوان من حواليا؟ مجموعة من الكنوز اسمها كنوز الأذكار والأدعية أو كنوز الذكر والدعاء. في كل مرة هنتقابل هقول لحضراتكم ذكر عشان نتعلمه مع بعض ونتعلم نواظب عليه ونغتنم الكنوز اللي وراها. وزي ما تعلمنا في السنة النبوية الشريفة وتعلمنا من علمائنا، تعالوا دايما نختم مجلسنا بالدعاء، لعل ربنا يدينا كنز الدعاء وهو الاستجابة والتيسير والتوفيق في الدنيا والآخرة. فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والمذلة وعوز الحاجة، ونسألك من واسع عطائك ووفير نعمائك يا رب، من علينا بحسن شكر نعمتك وحسن عبادتك، وثقل موازيننا بالصدق في قصد إرضائك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا في الصالحين، وتضع أوزارنا يوم الدين، وتطهر قلوبنا من كل مشهد حزين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتقبل صلاتنا وإن قلت، واغفر خطايانا وإن عظمت يا رب، وابعثنا في وفد الآمنين المطمئنين إذا قام الناس لك يا رب العالمين. والحمد لله. The
دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكم وقالوها جدودنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كنزات تلقاها والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة مش ممكن تلاقيها من غير ما تعود والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة تتعب وتدور الدنيا تضحك وتنور تديك أكتر ما بتتصور من فضل الله.